السلام عليكم خوتي المغاربه سولي فلاوان نكري مزيغن توني تقول عربيين تونسيين جزائريين مثل طوارق تشار مالي الأمازيغ في العالم كامل يعني بالأمازيغ المغرب ديال تونس ديال الجزائر ديال تشاد مالي نيجيريا لاس كاناريا سيسيليا والأمازيغ ديال العالم كامل. حنا اليوم هنايا في إبريد في نواحي ديال بوسطن تنحتفلوا برأس السنة الأمازيغية الجديدة اللي عندها ارتباط بانتصار ديال ملك الأمازيغ شيشون على الفراعنة رمسيس الثاني بالأخص رمسيس بسين، وكان انتصار ضد البطش الفرعوني آنذاك. وهذا الحفل هذا جاي في يناير يعني في فصل الشتاء اللي تتزامن مع السنة الفلاحية الأمازيغية، وعنده دلالة كثيرة من بين مثلا الارتباط والتشبث بالأرض والتشبث بالوثائق هذه، وعند السيم تايم يعني في نفس الوقت كينفتح الثقافة ديال العالم. هذه أخرى بغيت نشير لها الإخوة المغاربة، الحفل فيه بزاف ديال المغاربة صحيح، والحفل المغربين والأغلبية منهم واقيلا هم مغاربة وهذا، لكن المسألة ديال الطرف الأمازيغي تيربط وتيستاند فور يعني هو ترمز لما هو ثقافي، وهذه الثقافة ما كايناش غير في المغرب بالضبط، يعني كاينة كما أشرنا قبيلة كاين في لاس كانارياس، كاين في تشاد، في موريتانيا، في الجزائر، في مصر، يعني مسألة هي عادية، يعني الطرابو ديال المغرب راه فوق راسنا وفوق عينينا، ولكن الطرابو ديال المغرب تيربز الدولة بحدود، يعني من طنجة حتى للقويرة، واش فهمتي؟ وهذا الشيء هو اللي كاين، يعني راه الإشكال هنا ماشي إشكال ديال راه حنا وطنيين وفوق الوطنيين، يعني وطنيين أكثر من اللازم كاع، فهمتني؟ والتاريخ يؤكد هذه المسألة هذه، ولكن بالنسبة ديال الناس يعني من خلال الحوار اللي في وسائل التواصل الاجتماعي بحال الفيسبوك دار واحد الصراع، بزاف ديال الخوت تبدا يسولونا فين الطرابو ديال المغرب؟ ايوا راه كاين تلفزيون يقول فين الطرابو الجزائر، كاين تواس يقول فين الطرابو ديال تونس، كاين تشاديين ماليين نيجيريين غيتسالوا على الطرابو ديالهم، هذا الطرابو هذا اللي تتشوفوا هو طرابو ثقافي كيما واحد ودادي داير الطرابو ديال الوداد في دارو، ما عنده حتى علاقه بالطرابو ديال الدوله اللي هو فوق راسنا وفوق عينينا. والسلام عليكم ورحمه الله. السوري في اللون.